عادي المعلومات السريعه كده. يعني مثلا في الشولدر جوينت البالبيشن، البالبيشن يعني السب اكروميال بيرسون بتدور عليها فين؟ انهي حته؟ انهي حته؟ سب اكروميال، سب اكروميال فين الاكروميال؟ ما هو دي هي دي النقطة اللي أنا وأنا بحاسبك وأنا قاعد بمتحنك بحاسبك على حاجات لازم تبقى عارفها. الاكروميال هنا أهو. أنا عمال بخبط أهو الصوت طالع أهو. خلاص؟ أهو. الراجل ده أهو. سامعين الصوت الحتة دي. خلاص؟ ده الاكروميال. ماشي؟ السب اكروميال يعني اللاترال بوردر بتاع الاكروميال تحت منه مباشرة. سب اكروميال. تحسوا على نفسكم يعني انا وانا بعمل تريننج زمايلكم واحنا عايزين نعمل تريننج بنخلي كل واحد يحس على نفسه بحاجه او على زميله ماشي يبقى بحس الاكروميوم اهو الاول الاكروم حاجه فلات هنا اهي خلاص عظمه الاكروميوم خلاص اللاترال بوردر بتاعه احط سرعه تحت منه واضغط خلاص لو في ايه في بين يبقى في سب اكروميوم بيرسايس ماشي يبقى ده ايه سب اكروميوم تمام طيب الكراكو بتاع ده الاسترنو كلافيكلر والاكرومو كلافيكلر جوين فين؟ انا حددت الاكرومي وعندي كلافيكل هنا يبقى الجنكشن اللي بينهم دي ايه؟ ده اللابل بيشن اكرومي كلافيكل طب هنا الاسترنو وادي الكلافيكل اهي يبقى الجنكشن اللي بينهم ده هي بتبقى ايه؟ استرنو ايه كلافيكلر بالمناسبه دي نوعها ايه الاسترنو كلافيكلر؟ سايدد جوينت سايدد جوينت طب ايه تاني سايدد جوينت؟ يعني الثاني النوع اللي هو نوع ساد الفيرست كارب متكرر صح كده؟ ماشي يبقى هنا ايه الاكروميوم كلافيكلر وستيرنو كلافيكلر جوينت خلاص؟ طب الاكروميوم الكراكويد فروسس بدور عليه فين؟ ادي الكلافيكل اهي صح؟ في الميدل هنا تقريبا تحت الكلافيكل حته عظمه بارزه هنا طبعا انت حاسس ان الوضع على العظمه اهي الاكروميوم الكلافيكل في نص الكلافيكل تحت منها في حته عظمه بارزه هنا خلاص الاكروميوم في البوكس حسيتوها الكروكويد بروسيس سوري حسيتوا الكروكويد بروسيس على نفسكم ولا لا؟ في الميدل في الميدل اوف ذا كلافيكل تحت منها خلاص؟ في الميدل اوف ذا كلافيكل هنا بروسيس تحت فيرست خلاص؟ هنا الكروكويد بروسيس خلاص؟ طيب البايسبتال جروف اجيبه ازاي؟ شغل مخنا مع بعض بسرعه. البايسبتال جروف مين اللي رايح اعمل انسيرشن فيه وممكن ايزي قوي ان انا اقدر اطلعها؟ البكتورالس ميجور صح؟ فين البكتورالس ميجور بتاعته؟ صح؟ ارفع ايدك كده ايه؟ الانتير فولد بتاع الاكزيلا معمول من ايه؟ اساسا اول واحده فيهم هنا البكتورالس ميجور امشي معاها مع التندو بتاعها اهو ده خش من جوه كده من جوه التندو كده اهو انت دخلت كده في الباسيبتال جروب خلاص يبقى وانت بتعمل اكزاميشن تبقى فاهم انت بتعمل اكزاميشن ازاي كنترولز ميجور امشي معاه لحد البورد لحد الهيومرس خلاص مكان ما هي عامله انسبشن ده الباسيبتال جروب بس ادخل ايدي من جوه المصر مش من براها عشان ماسكه في اللاترال ليد بتاع الباسيبتال جروب طبعا انتوا عارفين صح فانا بقى اهو كده ماشي يبقى ده باسيبتال ايه؟ يبقى عرفنا الاكروميون سب اكروميون بيرسا ستانو كلافيكلر جوين اكروميون كلافيكلر جوين كروكويد بروسيس باسيبتال ايه؟ جروف وابص على الايه؟ الجوينت عامة اشوف اذا كان في سويلنج خلاص وانا بعمل بالبيشن اشوف اذا كان في تندرنس ولا ما فيش تندرنس صح كده؟ مظبوط؟ طيب يجي بعد كده رينج اوف موشن نعمله ازاي بقى؟ بعمله ازاي؟ رينج اوف موشن طبعا ايه اه وريني بتعملوه ازاي انت عارف طبعا وريني بقى اللي انت فاكره صعدوه شولدر جوينت ابدكشن ابدكشن هذا ابدكشن 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 كده ابدكشن صح بعدين فليكشن فليكشن ستيشن روتيشن كده 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 سيركم ايه؟ طبعا في طرق ثانيه صح؟ بس انا خلي بالكم وهو بيعمل الحركه البيشنت اقوم عامل كابنج عليه ليه عامل كابنج على الجوينت؟ عشان لو ايه لو في اي ايه اي في صوت طلع ايه احسه
طبيعي مع الحركه ما يبقاش في صوت في الجوين صح. لو في في كليك يبقى في ايه حاجه لازم نعرفها ايه هي ايه سبب الكليك ده. طبعا مش مطلوب مننا التفاصيل خلاص. يبقى نعمل كابنج وهو بيعمل الموفمنتس خلاص. طبعا الطريقه دي اللي انتوا عملتوها دي الدكتور قال لكم عليها مش كده مش كده. في طرق بقى سهله يعني مثلا عايز ارفع اعمل ابدكشن اهو ماشي. طب لو عملت ايديا كده مثلا ميديا اكستنشن وميديا روتيشن صح وابدكشن مظبوط صح ولا لا ماشي اوكي. طبعا الريفليكشن ايه كده. الدكتور قال لكم على حاجه هنمشيها. طيب ده بالنسبه لي الشولدر. في اي سؤال فيها؟ الكلام المكتوب عندكم هنا اللي هتطبقوه انصحكم خلي بالكم وانتوا بتطبقوا يا شباب الدكتور تخشوا تطبقوا ما تقعدش تتكلموا نظر يعني انت عندك يعني متطوع هيبقى طبعا عشان تشتغل عليه اشتغل عايز تتكلم انت بتشتغل تتكلم انما ما تتكلمش من غير ما تمد ايدك وتشتغل الكلام بس ده الى درجات. انا مش انت مش داخل الامتحان عشان اقعد تقعد تسمع لي الشيك ليست. انت داخل الامتحان عشان تطبق الشيك ليست خلاص. فنعمل الانسبكشن بتقولوا الكلام اللي انا مش هقول لكم الكلام الانسبكشن انتوا يعني حافظينه وعارفينه خلاص. البالبيشن وعرفنا الاماكن اللي بنعمل فيها بالبيشن خلاص والاماكن الصحيحه علشان ما تتلخبطوش ماشي. والرينج اوف ايه موشن زي ما عملتوا خلاص. فتخلي العيان يشتغل يعني اشتغل انت بتعمل بالبيشن وتخلي العيان يعمل الحركات بتاعته. وعايز تشرح بقى وانت بتشتغل اشرح زي ما انت عايز انما لازم تطبق صح. هو ده اللي عليه الدرجه اتفقنا. طبعا اكيد حد من الدكاتره التانيين اللي راجع لكم حاجات تانيه بل قال لكم نفس الكلام صح؟ طيب نيجي بعد كده للهيب. الهيب طبعا جريتر تروكانتر فين؟ جريتر تروكانتر لما تيجي اقول لك تخش لي اللجنه واقول لك اعمل لي اكزامينشن تو ذا هيب جوينت فمن ضمن الحاجات الجريتر تروكانتر. فين الجريتر تروكانتر؟ فين؟ هتحط ايدك على العيان فين؟ لاترال سايد اوف ذا بروكسيمال. ها؟ لاترال سايد اوف ذا بروكسيمال. تعالى وريني على البيشنت ده. ايوه انت ما انت هتشتغل على فين؟ غزل غزل ايه؟ ها؟ انا غزل فين؟ هي على اللاترال فين؟ هنا يمسك كده صح؟ فين؟ من عند مثلا ايه كريست فين؟ هنا كريست فين؟ هنا اه. طب انزل بقى تحت ايدك كريست كده هتلاقي حتتين بارزين كده حتتين بارزين وعظمه بقى حوالي 8 سم تقريبا او 7 سم ايدك كريست اه. حسيتوها ولا حسيتوها؟ ها؟ هنا حتتين طالعين لبعض يعني انت ماشي كده ماشي بس ايه؟ ديب بالبيشن ديب بالبيشن ها؟ اهو اهو هتحس عضمتين بقى طالعين ده جريتر تروكانتر جريتر ايه؟ تروكانتر ها؟ حسيتوها على نفسكم ولا مش عارف تحسوها؟ انا حسيتها حسيتها؟ طب امال في الامتحان هتعمل ايه؟ ها؟ لو جات لك في الامتحان هتعمل ايه؟ ها؟ جريتر تروكانتر يا جماعه على البيشنت اهو ادي الايديا كريست اهو. انزل بقى من تحت الايديا كريست كده هتفضل ماشي 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 هتقابلك على طول حاجه بارزه عظمه بارزه كده واضحه خلاص اسمها جريتر تروكانتر. جريتر ايه؟ تروكانتر. حتى بتبقى مؤلمه شويه لما بتضغط عليها بتبقى فيها قلب شويه طبيعي يعني خلاص. ده جريتر تروكانتر. طب الاسكيال تيبروستي. الاسكيال تيبروستي ما بنعملهاش كتير بس هي الفكره ايه بتاعتها؟ اما تيجي تعملها على العيان اولا انت قاعد على الاسكيال تيبروستي. انت دلوقتي وانت قاعد على الاسكيال تيبروستي. خلاص؟ تمام؟ فلك ان تتخيل الاسكيال تيبروستي انت بتجيبها ازاي؟ طبعا الكليفت اللي بين التو بروتيال ايه ريجن الكليفت ده هو لو دخلت ايديك لاترالي من الكليفت ده هو تحس الايه ايه الاسكيال تبروس على طول تمام وانت قاعد عليه دلوقتي. الاليوبكتيريال ايمينس ده هو في الانجوينال ريجن في الانجوينال ريجن يعني الانجوينال ريجن تحت منها على طول هتضغط
هنا المنطقه بتاعت الاليوكتينيال ايمينانس وانتوا عارفينه في الهيب جوينت، عارفين الهيب جوينت طبعا صح؟ بتلاقي بين البيوبيك بارت والالياك بارت في حته في النص كده راوندد كده فوق، عارفينها ولا مش عارفينها؟ اسمه اليوبيكتينيال ايه؟ ايمينانس. اليوبيكتينيال ايمينانس دوت الجوين اللي جنب كده تحت منه بحاجه بسيطه وتضغط ايه بشده بقوه، ده منطقه الاليوبيكتينيال ايه؟ ايمينانس اللي بيعدي منها الالياكس والسوس ايه؟ ميجور كده نازلين لتحت. من فوق لتحت خلاص اليوبيكتينيال ايفيدنس تحت الانجوينال ليجن. طب الموفمنتس بقى بتاعت الهيب يلا ورونا كده الموفمنتس. تعرف تعمل موفمنتس بتاعت الهيب؟ طبعا هو ممكن اللاترال روتيشن كده وكده وممكن تعمل كده 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 صح؟ ها؟ يبقى كده وكده او كده كده لاترال روتيشن وكده ميديال روتيشن خلاص؟ كده لاترال روتيشن كده ميديال روتيشن عايز ثلاث؟ معلش يا جماعه ثانيه واحده.